سلام الله عليكم، نرحب بكم من جديد مشاهدينا، وها نحن نصل للمحور السياسي بعد أن تحدثنا عن أثر قرار إنقاذ الجزائر في جان في عام 92 وتداعيات على أصعدة عديدة، مدنيا واجتماعيا إعلاميا إنسانيا اقتصاديا. ترى مشاهدينا ماذا خسرت الجزائر على صعيد الديمقراطية الشرعية المشروعية التغيير الآمن والسلس المؤسسات الرسمية، وفي الوقت نفسه ماذا جنى من قاموا بإصدار قرار توقيف المسار الانتخابي لإنقاذ ما سموه الجمهورية من خطر محدق بالبلاد، هكذا قالوا وقتها. سنثري النقاش مشاهدنا الكرام حول هذا المحور ونطرح جميع وجهات النظر، ولكن قبل هذا نشاهد التقرير التالي ثم نعود. الله، ما الذي جنته الجزائر بعد مرور سنوات من إلغاء المسار الانتخابي في بداية التسعينات ووأد أول تجربة ديمقراطية في المنطقة العربية؟ الجواب ربما لن يكون مستعصيا على من عاشوا المرحلة. سنوات من الدماء والدموع، دمار وخراب لم يصب البلاد واقتصادها فحسب، بل أصاب الإنسان وحطم نفسيات ملايين الجزائريين. الدمار لم يقف عند هذا الحد، لقد زحف على السياسة التي وصل بها الانحطاط إلى مستويات لم تشهدها البلاد حتى وهي تحت حكم الحزب الواحد. برلمانيون ووزراء ومسؤولون كبار لا يحسنون تركيب جملة واحدة مفيدة. أما اللباقة وحسن التصرف وأدائهم في قطاعاتهم والإحساس بالمسؤولية فتلك مصيبة كبرى. لم يبقى للجزائريين إلا ذكرى جميلة من بداية التسعينات، عندما كانت السياسة سياسة، عندما كانت الأحزاب المتنافسة بمختلف تياراتها تتبارى باحترام من أجل الفوز بالانتخابات، وهذا صحيح، ولكن في النهاية من أجل خدمة البلاد. كان للمثقف موقف شجاع ومستقل يكتبه في جريدة ويعبر عنه في ندوة فكرية وعلى مدرجات الجامعة دون خوف. كان للطلاب صولات وجولات من الاحتجاجات في حرم الجامعات وخارجها دفاعا عن تياراتهم والمشاريع السياسية والفكرية التي ينتمون إليها. اليوم اختفت كل هذه المبادرات الجميلة التي أفرزتها فترة قصيرة من الانفتاح الحقيقي الذي شهدته أول دولة في المنطقة العربية. بعد وقف المسار الانتخابي وإعلان الطوارئ من أجل ما سمي بحماية الجمهورية، جاء عهد الرصاص والقمع والاعتقال، وتلته طبعا مرحلة يمارس فيها السياسي السياسة من أجل النفوذ والاغتناء. لم يعد النضال في جبهة التحرير الوطني مثلا، تلك المدرسة التي تخرج منها فطاحلة السياسة مثل عبد الحميد مهري، لم يعد النضال سوى من أجل المال والمنافع والوصول إلى الوزارة أو قبة البرلمان. اختلط المال الفاسد بالسياسة، وأصبح دستور البلاد القانون الأول فيها، منشفة لا تعني بنوده شيئاً. فالرئيس غير شرعي بقوة القانون، عاجز صحياً، وفائز في انتخابات شهدت عزوفاً كبيراً وشككت أحزاب المعارضة في صحتها. رئيس لا يظهر، ومع ذلك يرفض أن تطبق عليه مواد الدستور رغم عجزه الواضح. وفوق ذلك تباركه أحزاب تخدم السلطة أكثر من السلطة. أما أحزاب المعارضة فمصيبتها أكبر، لقد أصبحت مثل الليث المنزوع الأنياب، ولم تعد قادرة على حشد الشارع الذي عزف أيضا بعد سنوات من القنوط والإحباط عن السياسة. وأصبح المواطن الجزائري هائم في الشوارع بلا هدف ولا مشروع حضاري عدا البحث عن قوته اليومي. باختصار، لم تلد عملية إنقاذ الجمهورية بعد عقدين ونيف سوى رماد أسود يشبه البارود القابل للانفجار في أي لحظة. التقرير لزميل صابر أيوب، مشكورا. أسعد بحضور ضيوف من أهمهم معي في الاستوديو، الأستاذ عبد الله أنس المحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله. جاء في التقرير بأن هذا القرار له دمار أو له آثار وخيمة نفسانيا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا، هل فعلا لهذه الدرجة هذا القرار أو جرأ هذا القرار خلفها كل هذه التبعات؟ يعني أشكرك أخي عثمان وأشكر المشاهد الكريم. يعني في البداية لا يفوتني أن أذكر بأن في كثير من الأحيان ربما قد يقرأ هذه التغطيات بعض الناس قراءات سلبية، ونحن ندعم هذه القراءات لما فيها من فوائد تعود على الأجيال بالنفع. يعني من خلال التقرير الذي قدم أو من خلال تغطيتكم في هذه الأيام الماضية يتبين ذلك البون الشاسع بين غزارة المعلومات أو بين الوعي الذي كان عليه خاصة الأجيال التي لم تشاهد أو لم تعاصر بداية الأزمة. يعني كانت المسألة عند
هذه الأجيال إنما تكمن في سطرين أو ثلاثة. كان هناك خطر على الجزائر وأنقذنا الجزائر من ذلك الخطر الداهم، فلم يكن هناك تفصيل. والأمم والتجارب التي مرت بها الأمم والتي مرت بها أزمات كان جزء لا بأس به، يعني كانت ركيزة أساسية في أخذ الأجيال التي جاءت من بعد في أن تأخذ بزمام المبادرة في أن تذهب بها إلى علاج ناجع وحقيقي وعلمي وصحيح. كان الرهان الأول والأخير هو على توعية الأجيال، وبالتالي الحرب العالمية الأولى والثانية الذي حصل بين الأوروبيين مع بعضهم، التحول من الديمقراطية من حكم الكنيسة إلى الدكتاتورية والإقطاع، ومن حكم الدكتاتورية إلى حكم العسكر، ومن حكم العسكر إلى الديمقراطية، مرت بمراحل. كان الضامن الوحيد في هذه العملية كلها هو توعية الأجيال، وأشكركم هذا ما نراه من خلال هذه التغطية التي مررنا بها في هذه الأيام. الحقيقة أصوات متعددة، وخاصة عندما تكون التغطية لا تتسم بلغة الخشب، يعني بمعنى يأتيك طرف ويقول لك أنا الحق المطلق والباقي هو الباطل المطلق. هذه الأنواع من التغطية لا يمكن أن تفضي إلى حلول عملية، وبالتالي أنا أثمن هذه التغطيات لأنها تولد توعية عند الأجيال الجديدة. ونرجع إلى ما أشرت إليه أخي عثمان فيما يخص الآثار التي أشرتم إليها. لو نظرنا، لو عدنا بالتاريخ إلى 92 عشية الانقلاب، لوجدنا أن قادة أو قيادة المؤسسة العسكرية، وهنا لا أقصد المؤسسة العسكرية لأن المؤسسة العسكرية هي أنا وأنت أبناء الشعب، ونحن خدمنا عسكريتنا في الجزائر ولا منا، هذا وطننا وكذا. فإذا المؤسسة العسكرية خارجة من رحم هذا الشعب، من ثقافته، من تاريخه، من دينه، ليس هناك صراع معها. هنا نتحدث قيادة المؤسسة العسكرية ومن حام حولها. الشعار الذي رفعوه هو إنقاذ الجزائر من الشر المتوقع، فإذا بها تقع في الشر الواقع. يعني هما توقعوا شرا، يعني بمعنى هذا الشر توقعوا في المحظور، يعني توقعوا أن إذا وصلت الجبهة، على كل حال الشعار هو كان الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وإنما هما كان خوفهم الأساسي من الشرعية، لأنه أثبتت الأيام أنه بعد هما رفعوا فقط التخويف من وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ، لكن الخطة والبرنامج كان مبيت. لا، الجبهة إنما كانت فقط شماعة ممكن ليسهل التسويق وتعبئة الرأي العام داخل الجزائر وخارج الجزائر. خلينا ربما يكون أسهل علينا تسويق التخويف من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لكن حقيقة الأمر بعد أسابيع، ونفس الشيء الذي حصل في مصر، بعد أسابيع قليلة تبين أن الشرعية هي اللي كانت مستهدفة. يعني الحكم المدني والشرعية والأحزاب هي اللي كانت المستهدفة، والدليل على ذلك أنه لم يسلم منها لا لفافاس بزعامته سيد آيت أحمد حسين، بعد أن قضى يعني فترة طويلة في المعارضة يحلم بجزائر معينة مدنية شرعية، ثم عاد وفاز في الانتخابات، ها هو بعد الانقلاب يتركها مرة ثانية. كذلك هذا لم يستثنى منه حتى جبهة التحرير الوطني، يعني في الوقت الذي كان هناك من يريد لجبهة التحرير الوطني أن تكون جهازا من أجهزة الدولة التي تضرب بها، فكان آيت أحمد عبد الحميد مهري رحمة الله عليه من الرموز التي كانت تريد لجبهة التحرير الوطني أن تكون حزبا سياسيا وطنيا مسؤولا، وهذا لم يكن يناسب دعاة الإنقاذ في ذلك الوقت. وبالتالي الشرور التي خوفوا منها الناس من وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت شرور متوقعة. احنا الآن في 2015 نتكلم عن شرور واقعة، يعني ليس شرور ظنية، ليس يعني هم خافوا من الشر الظني الاحتمالي المحتمل فوقعوا في الشر الواقع اليقيني الذي نستطيع أن رغم أنهم قالوا إنقاذ. أيوة، يعني الخروج من ورطة، يعني الإنقاذ هذا قالوا هذا الإنقاذ الهدف منه هو إنقاذ الجزائر
من الشر المتوقع، الشر المتوقع المتمثل في وصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو وصول الشرعية، فوقعوا في الشر الواقع الذي نراه اليوم. فهناك شرور من الشر الواقع التي حصلت. يعني التعطيل العمل بالدستور شر واقع وليس متوقع، طرد الرئيس أو إجباره على الذهاب إلى بيته شر واقع وليس متوقع، نزول الجيش إلى الشارع ومن جر عليه من دفع شريحة لا بأس بها من الشباب بحمل السلاح والصعود إلى الجبال، ومن جر عن ذلك من خطر على السلم الأهلي والسلم الاجتماعي، هذا شر واقع وليس متوقع. فإذا ربما الحلقة أو البرنامج لا يتسع لي ذكر هذه الشرور الواقعة، كلها كانت من أجل أن نحرم الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو أن نحرم الشعب الجزائري من أن يتمتع بحكم الشرعية. فأنا لست أدري أخي عثمان والمشاهد الكريم، ما هي تلك الشرور التي توقعها هؤلاء إذا وصلت الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ لست أدري ما هي الشرور أكبر من هذه الشرور التي حصلت الآن، يعني أو ربما تقصد على ماذا استندوا، يعني على ماذا استندوا حتى ذهبوا وصعدوا اختيار الشعب؟ هنا أنا لا أقصد الخطر مبهم، يعني أنا لا أقصد هنا الاستناد. يعني الاستناد هذا يحتاج إلى دولة القانون، يحتاج إلى عدالة، يحتاج إلى إعلام حر ولا هيئة تشريعية. يعني أتصور هذا الشر، لو سلمنا أنه كان يدور في ذهنكم شر، ما كان هذا الشر ليصل إلى الشر الذي وقعت فيه الجزائر الآن. يعني أنت ترى يعني الجزائر الآن أينما وجهت وجهك إخفاق في كل القطاعات، إخفاق. أنا لا أريد أن أروج هنا لأي خطوط أجنبية أو خطوط دولة ثانية أخرى، لكن الواقع يضطرنا أن نقول الحق. أنت الآن هل تستطيع أن تقارن إير الجيري بالملكية المغربية في نوعية الخدمات وفي الأسعار؟ أنا لا أريد أن أقرر يعني أقارن إير الجيري بإير فرانس ولا بأليطاليا ولا بليفتونزا ولا ببريتش إيرويز، قارنها حتى بدول المفترض فيها نحن نكون أقوى. أنا لا أستطيع الآن أن تقارن يعني إير الجيري مع 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 الخطوط التونسية، مع الإماراتية، مع الاتحاد، مع القطرية. شوف إلى خطوطنا. أنا لا أستطيع أن أقارن الخدمات الصحية والمستشفيات والتوعية الصحية اللي عليها المواطن الجزائري وما يتلقاه من خدمات، حتى لا أقارنها لا مع باريس ولا مع فرانكفورت، لا تتقارن حتى مع الأردن. الأردن مقارنة من ناحية الثروات والإمكانيات لا تتقارن مع الجزائر نهائيا. فأين نحن في محصل في ترتيب الجامعات العالمية؟ أين نحن في مستوى الخدمات الصحية؟ أين نحن على مستوى النظام البنكي والنظام المصرفي؟ أنت تتعب حتى يعني باش تفتح حساب في الجزائر تحتاج قفة نتاع كواغط. طيب حاج عبد الله، بالتالي هل معنى هذا حاج عبد الله، هل معنى هذا أنه في الجزائر ضاعت فرصتان؟ هكذا يقول كثير من متابعي الشان السياسي أن الجزائر ضيعت على نفسها فرصتين، فرصة بناء جزائر مستقلة في إطار بلد إسلامي، وهذا كان بدء نوفمبر 62 لما صار فيه انقلاب على الحكومة المؤقتة، وفرصة ثانية مثل ما يقول هؤلاء الذين وقع عليهم هذا الانقلاب، يقولوا أنه احنا ضاعت علينا فرصة 92. هل فعلا ضاعت هذه الشرعية اللي قالوا عليها أبان الاستقلال وفي 92؟ ضاعت الفرصة أولا بعد صراع أولوية العسكري على السياسي إبان الثورة المباركة، وضاعت الفرصة أيضا في 90-91 لأول مرة الشعب الجزائري كما كانت عبقريته يعني أسرع من عبقرية غيره من الشعوب الأخرى في إعلان تلك الثورة المظفرة العظيمة، أيضا كانت عبقريته في أن يكون سباقا في إرساء دولة القانون وافتكاك الشرعية من العسكر. كان سابق الربيع العربي بأكثر من 20 سنة، ثم ضاعت عليه هذه الفرصة الثانية، وضاعت عليه فرص أخرى. عندك فرصة يعني ربما لا أذيع سرا إذا قلت لك، وقد سقطني ربما بعض الأحداث هكذا خارج الجزائر، وأنا يعني أستشار في بعض القضايا في ما يخص الكونفليكت ريزوليوشن، يعني بعض الأزمات يعني في العالم الإسلامي وكذا. والله أخي عثمان والمشاهد الكريم، عندما أقارن يعني سهولة الأزمات اللي عندنا بسهولة
الأزمات الاجتماعية التي تعصف بدول أخرى لوجدناها لو وجدت عقلاء تحل في شربة ماء. وضيعنا الفرصة في عقد روما. عقد روما يعني هل تعلم الآن دول الجوار في العراق ودول الجوار في سوريا ودول الجوار في الصراع في ليبيا حتى تجمع الفرقاء من أجل أن يصلوا إلى اتفاق سياسي يعيد السلم والاستقرار. هذه العبقرية تمثلت في الناس الذين جلسوا في روما دون ضغط من أي دول الجوار، لا ضغط عليهم لا المغرب ولا تونس ولا ليبيا ولا مصر. يعني العبقرية الجزائرية اجتمعت وأعطت وجها جديدا للجزائر. لكن الله يأخذ الحق في اللي حرم الجزائر من عقد من العقد الوطني، لا أسميه عقد روما وإنما أسميه العقد الوطني. ثم بعد ذلك جاءت الفرصة الذهبية أيضا التي كان يتوق لها الشعب الجزائري، اللي هي فرصة المصالحة الوطنية في إرساء مصالحة وطنية حقيقية تفتح نقاشا علميا أكاديميا واعيا تشارك فيه كل طبقات المجتمع. جاء أبو تفليقة مع في مؤامرة وفي ثنائية مع المؤسسة العسكرية وسوق سراب المصالحة الوطنية للشعب الجزائري الذي كان متعطشا للسلم من أجل إفراغ هذه المصالحة الوطنية فقط من أجل البقاء في الحكم. فأخي عثمان، طيب حاج عبد الله، فرص ذهبية، صحيح فرص ذهبية، لكن فقط لابد أن نعود قنئ الوراء ثم نعود إلى فترة محور المصالحة الوطنية. الآن مشاهدنا الكرام مرحب بانضمام شاهد عيان أحد قادة الجبهة الإسلامية الإنقاذ، قيادي بارز في الجبهة الإسلامية الإنقاذ، الشيخ كمال الجمازي، الآن ينضم إلينا من الجزائر العاصمة. شيخ كمال، ضيفي الكريم يقول ضاعت على الجزائر فرصتان. الفرصة الأولى عندما استرجعت سيادتها الوطنية فتغلب العسكري على السياسي، اختير الطرح العسكري للطرح السياسي. ثم فرصة أخرى لاحت أمام الجمهور أمام الشعب الجزائري كله عام 92 فضربت هاتان الفرصتان في الصفر وضاعت الشرعية والمشروعية. بالنسبة لك شيخ عبد الله، شيخ كمال الجمازي، هل فعلا قمتم بمجاهيد كبرى من أجل إعادة القطار إلى السكة قبل أن تنفلت الأمور كلها؟ لأنني قرأت أنه أنتم أجريتم اتصالات قبل أن تنفلت الأمور. هذا الحكاية هذه كلها في 91-92. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تحية لك أخي عثمان وتحية لجميع مشاهدي قناة المغاربية الكرام. قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، الحق لم أتابع يعني الحصة من بدايتها بحكم أن كنا منذ الصباح في لقاء يعني مغلق في هيئة التشاور والمتابعة التابعة للمعارضة في عند حركة مجتمع السلم، والآن يعني للتو سمعت بهذا الموضوع. وبالنسبة لسؤالك الكريم، لا شك أن حقيقة من ناحية التاريخية ضاعت فرص، يعني سواء بالنسبة للاستقلال لما جاءت يعني جماعة وجدة وتسلطت يعني على الحكم وأقصد الشرعية سواء الشرعية الثورية والتاريخية التي كانت برئاسة الرئيس بن يوسف بن خدة عليه رحمة الله، ثم وقعت يعني في مرات أخرى عبر التاريخ، يعني سواء في 65 أو في آخرها يعني 92 لما تم الانقلاب على الشرعية الشعبية. لا شك أنه يعني فوتت فرص كثيرة وعادت بالجزائر إلى الوراء لعقود طويلة. أنت أخي عثمان لما تكلمت عن المحاولات رأيت أنكم يعني تكلمتم في اليومين السابقين ما يتعلق يعني بأحداث أجوان، وأنا كشاهد يعني أذكر شيء أنه لما كان هناك يعني الإضرار السياسي السلمي الذي دعت إليه الجبهة الإسلامية للإنقاذ في يوم 3 أجوان كان هناك لقاء في بيت الشيخ عباس المدني، وكنت حاضرا ذلك اللقاء الذي جاء فيه يعني عبد العزيز بالخادم كمبعوث من الرئيس الشرعي الجديد. أيوة. لمحاولة إيجاد حل لذلك الموضوع، وكان اللقاء يعني في الأمسية حتى الليل يعني. فلما يعني بعد تلك الجهود بعدما ذهب بالخادم سمعنا في الليل بالهجوم على الساحات، يعني أن هناك طرف
يريد الحوار وطرف آخر يهزم ويفسد يعني ما يريد أن يصلحه الآخر. في الغد يوم 4 جوان جاء كذلك يعني السيد عبد الحميد مهري عليه رحمة الله، وكذلك كنت حاضرا ذلك اللقاء في بيت الشيخ عباسي مدني، محاولة إيجاد مخرج صياغة بيان مشترك بين الجبهة الوطنية والجمعية الإنقاذ، محاولة يعني فك تلك المعضلة. لما ذهب السيد عبد الحميد مهري في الليل سمعنا بإعلان حالة الحصار وعن خرج دبابات للشارع وعن إقالة الحكومة وعن يعني وضع جديد ورهيب. فنرى أنه كانت كلما تكون هناك فرصة بين يدي الشعب الجزائري يعني حلول سلمية بالحوار بالتشاور عن طريق الطبقة السياسية وعن طريق يعني الطرق الحضارية إلا ويأتي التدخل الذي يفسد ويكسر تلك المحاولات. وقد تكررت هذه، أذكر حتى يوم كنا في لقاءات في جوان 95 وكان حاضر الشيخ عباسي مدني وعلي الحاج الشيخ عبد القادر الحسيني عليه رحمة الله، لما تقدمنا بورقة فيها يعني مبادئ سياسية فيها مقترحات عملية لإخراج البلاد من الأزمة، فإذا به بعدها مباشرة أغلق علينا ومنعنا وتبعنا وزير العدل ومنعنا من الكلام ومن النشاط ومن كذا. فهناك يعني دائما يتدخل طرف آخر ويضيع الفرص الكثيرة التي تتاح للشعب الجزائري. وكانت هناك يعني حتى يعني محاولات من الطبقة السياسية، وانت ذكرت أخي الكريم يعني ما يتعلق بالعقد الوطني الذي شارك فيه يعني رجال من الشعب الجزائري، رجال تاريخيين وبذلوا جهودهم الكبيرة من أجل حتى لا تسيل الدماء، حتى لا تكون هناك خسائر في الأرواح. طيب شيخ كمال خليك معي، شيخ كمال سأعود إليك، شيخ كمال جمازة خليك معي سأعود إليك. سيد عبد الله فهمت من جواب الشيخ كمال أنه في تلك الفترة مبكرا من عام 91 بعد ما فضلوا الإضراب يقول أنه فيه طرف كان يريد الحوار، فيه جلسات مع عبد العزيز بن خادم رئيس البرلمان ذاتها، وكان معها كذلك مهري رحمة الله عليه، وكان طرف ثاني يقول الشيخ كمال جمازي أنهم هاجموا على تلك الأماكن اللي كانوا معتصمين فيها. هل يفهم من هذا أنه في ذلك الوقت هنالك طرفان متصارعان، واحد يحب الحل الأمني الكل الأمني، واحد يحب حل سياسي؟ الكثير من القراءات هذه معلومة غايبة الكثير من الناس، كثير يعني كثير من القراءات وكثير من المعلومات اللي ربما كل مرة تخرج جزء منها يؤكد نعم هذه الفرضية كانت موجودة، ولا ربما يعني كان الرئيس شاذلي بن جديد، واحدة من القراءات شاذلي بن جديد وحمروش ومن كان حولهم فعلا إلى حد أبعد كانوا جادين في عملية حل التخلص من الحزب الواحد ودخول الجزائر إلى التعددية السياسية وتقليص بشكل لا ضرر فيه، تقليص تغول المؤسسة العسكرية ومراقبتها للمجتمع. يعني هذا كان جلي، وكثير من القراءات تقول أنه حمروش كان ضحية لهذه القراءة، ولعل المانيبيليشن بمعنى الجبهات الثلاث، جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية، كانت هذه الجبهات متفقة على حل سلمي آمن وسلس للأزمة. بالضبط، وربما هذا واحد من الأسباب التي دعت مهري أن يبادر وأن يهرول لزيارة الشيخ عباس مدني، وكان هو أيضا مبعوث من شاذلي بن جديد على أساس أنه كيف يمكن أن نتدارك هذا. لكن مثل ما تفضل ضيفك الآن الأستاذ كمال، كان هناك من لا يروق له أن تمشي الأمور بهذه الطريقة السلسة، أو تمشي الأمور بهذا الاتفاق أو الانتقال السلمي. فكانت عملية التصعيد، عملية الدفع نحو الدموية، الدفع نحو العسكرة. ولا أخفيك أيضا بعض القراءات الأخرى تقول حتى أنه هناك أطراف في داخل الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما كانتش بالضبط مشخصة عدوها الحقيقي، ما كانش فيه تشخيص يعني للعدو الحقيقي. ربما ترتيب أولويات الخصم أو ترتيب العدو، كان هناك ربما خصم أو عدو، لا نستطيع أن نقول عدو، وإنما خصم
ممكن يشكل خطر على نسبة المقاعد التي ستأخذها في هذه الدائرة أو تلك، في هذه البلدية أو تلك، مثلا تعداد النواب اللي يكون معك. يعني هو خصم ضم مسلم بالمبدأ العام، وهو الانتقال الديمقراطي والانتقال إلى الحكم المدني، لكنه هو خصم في قضية التموقع من ناحية عدد النواب. لكن هناك كان خصم آخر يرقى إلى العدو، هو أصلا هذه العملية برمتها ما كانش مقتنع بها في الأصل. احنا بالنسبة لنا حزب واحد ونأخذ ونقود البلد ونقود الجزائر من خلاله، ولا يؤمن أصلا بهذا الانتقال. فهذا التشخيص في تصوري وكثير تصور كثير من الناس، ربما قيادات الجبهة في بعضها العدو اللي كان متربص ما كانتش واضحة معالمه، وربما بعض الأوقات الخطاب كان مختلف. طيب حتى قائد جبهة القوى الاشتراكية حسين أيت أحمد قال على السلطة أن تحاور شيوخ الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل أن لا تجد يوما ما من تتحاور. الآن أرحب بانضمام كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي. أهلا وسهلا بك كريم. أهلا، مساء الخير كريم. نحن في يومين ماضيين سلطنا الأضواء على هذه الأحداث، أحداث جوان وكيف فضت فضا قمعيا، ثم بعد ذلك صرنا نتحدث الآن على ذلك الانقلاب على الشرعية، فقط من أجل أن نأخذ الدروس والعبر وماذا ضيعت الجزائر من فرص عديدة من أجل إرساء دولة المؤسسات. ماذا تقول كريم بهذه المناسبة؟ والله أنا أظن بأن منذ 88 حتى ولو يعني عدل الدستور وقدم للشعب الجزائري كأنه يعني إنجاز ديمقراطي، كان قد من المفروض يكرس التعددية الحزبية والتفتح السياسي، وخاصة كان من المفروض على الدستور 23 فبراير 1989 يحول القرار السياسي من الدائرة الضيقة للسلطة إلى دائرة موسعة وهي الشعب الجزائري. الآلية كان من المفروض أن تكون آلية الأحزاب، آلية الممارسة السياسية، آلية الانتخابات، ولكن نية السلطة أو بعض أطراف السلطة كانت موجودة وكانت يعني لم تقبل حتى بالشراكة السياسية أو ما يسمى بالتعددية، حتى في بعض الأحيان لم تقبل أن تسلم أن يسلم القرار السياسي للطرف السياسي. يعني حتى وهذا يعني بعد من أبعاد الأزمة الوطنية التي عاشتها الجزائر منذ مؤتمر الصمام، حين ذلك يعني من بين توصيات مؤتمر الصمام هي أولوية العمل السياسي على العمل العسكري. أنا أظن بأن هذه الفترة ذلك الفترة كانت يعني في نفس المعادلة السياسية، أولوية العمل السياسي على العمل العسكري. للأسف العمل العسكري يعني كان احتكر كل شيء وانقلب على الشرعية وانقلب على الديمقراطية، لأن أصلا الانقلاب لم يتم على حزب، لم يتم على فئة معينة من المجتمع، تم الانقلاب على الديمقراطية. وكان من المفروض على الأحزاب وعلى النخب وعلى كل المسؤولين أن يعني يقدموا شيئا للديمقراطية لجعل بمسار ديمقراطي لا رجعة فيه. يا للأسف هناك أحزاب ونخب يعني شاركت في الانقلاب، واليوم نحن ندفع ثمن الانقلابات المتكررة، وخاصة هذا الانقلاب الذي أدى بالجزائر إلى العنف وإلى الإرهاب ولا إلى يعني خسائر مادية وبشرية الكل يعلم بها. يعني أنت كريم تؤيد ما قاله ضيف الكريم من الجزائر بأن البلاد ضيعت فرصا عديدة من أجل مصالحة الوطنية، من أجل أن يتصالح الشعب مع بعضه، من أجل أن يكون تغيير ديمقراطي سلس وآمن، وأنت الآن حتى أذكر المشاهدين بأنك محروم من اعتماد حزبك إلى الآن. والله أكثر من حرمان وجود أحزاب أو الحريات بصفة عامة، لو يعني قمنا بمقارنة بسيطة، لما وجدنا بأن يعني ممكن أن أقول كلام يعني قوي جدا، وأنا من الناس اللي يقيموا اليوم الأوضاع السياسية، وفي بعض الأحيان قد نرى ونقيم ونلاحظ بأن حزب جبهة التحرير الوطني في وقت الحزب الواحد في بعض الأحيان محترم أم أكثر مما عليها اليوم جبهة التحرير الوطني. إذن هذا الانسداد والرداءة وكل ممارسات العنف
أدت حتى بالسلطة إلى انهيار ثقافتها وإلى انعدام أبسط قاعدة سياسية تطبق اليوم حتى على مستوى الأحزاب السلطة. ناهيك على المعارضة، ناهيك عن المجتمع، ناهيك عن النقابات، ناهيك عن الصحافة، حتى داخل السلطة، السلطة اليوم والقرار السياسي لا يخضع لأي معيار سياسي، بل العنف والمصالح والفساد هي يعني الأشياء التي يعني يرتكز عليها القرار السياسي في الجزائر. طيب كريم، هل هنالك نية من قبل السلطات، نية لتعود هذه السلطات أو تقوم السلطات بإعادة هذه الكلمة للشعب من جديد؟ أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير كريم. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وما زال معي كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي من الجزائر. معي كريم، كل مرة يريد السياسيون إعادة الكلمة إلى الشعب من أجل بناء ديمقراطية جادة فاعلة إلا ومنظومة الحكم ترفض. هل هنالك نية فعلا من خلال ما قلت لك، هل هنالك نية للعودة أو لإعادة الكلمة للشعب من أجل انتخابات حرة نزيهة ذات مصداقية؟ أظن لا وجود لهذه النية عند السلطة الحاكمة حاليا. على العكس، هذه السلطة نيتها الوحيدة هي احتكار العمل السياسي والقرار السياسي. هناك عوامل قد يعني زادت من هذه النية للاحتكار أكثر ولغلق أكثر اللعبة السياسية. أول العامل الأول هي عامل الفساد، هي يعني الجزائر تحصلت على مداخيل مالية تاريخية، وبهذا المال يعني لم تستثمر في تطوير يعني الفكر السياسي وثقافة المواطن واقتصاد الوطني والممارسة الديمقراطية بصفة عامة. على العكس، استعمل يعني هذه الأموال لمحاولة يعني شراء ذمم وتكريس الفساد كفلسفة تسيير لأمور دولة. العامل الثاني هو العامل الخارجي. كانت الجزائر، كان الرأي العام، ما يسمى بالرأي العام سواء الوطني أو العالمي، كان يعني يلاحظ ويرى ما يحدث في الجزائر. أما هناك تغيير يعني جذري فيما يسمى بالعلاقات الدولية. اليوم العامل الخارجي يعني شركاء الجزائر ومنها خاصة فرنسا والدول الكبرى ترى مصالحها أولا وقبل كل شيء في الجزائر. وعندما يكون النظام ضعيف، نظام لا فاقد الشرعية، فاقد القوة، فاقد يعني الوجود في الأوساط الشعبية، قد يكون يعني نظام يسهل يعني تحويل هذه الثروات وهذه الأمور. إذن العامل الخارجي ساعد شيئا ما في يعني ذهاب نهائيا إلى نية الاحتكار أكثر وغلق أكثر. والله في بعض الأحيان قد يعني يلاحظ بأن لهذه السلطة هناك النية العودة إلى نظام الحزب الواحد بطرق أخرى، لأن ما يحدث في الأفلان وما يحدث في الإدارة وما يحدث في يعني في الدولة هي يعني عودة الحكم للشخص، أحادية التفكير، أحادية التوجه، وحتى في بعض الأحيان أحادية الحزب، لأن أصبحت الأحزاب هي خادمة الحزب الواحد، والحزب الواحد خادمة للسلطة، والسلطة هي بين أيدي زمرة معينة أو مجموعة معينة يعني مرتبط، والارتباط بينها هي ارتباط على أساس مصالح وعلى أساس فساد وعلى أساس يعني أمور غير سياسية وغير ديمقراطية. خليك معي أستاذ كريم، سأعود لك بعد دقائق. الآن مشاهدينا الكرام، مرحب بانضمام الشيخ عبد الله جبلة، رئيس جبهة العدالة والتنمية. الشيخ عبد الله، ونحن نتحدث بهذه المناسبة، مناسبة الفظ الفظيع لما سمي بأحداث جوان عام 91، هل في رأيك الشيخ عبد الله السلطات الحاكمة اليوم في الجزائر أو بمعنى آخر منظومة الحكم، هل أخذت العبرة والدرس من هذه الآثار الوخيمة على الشعب الجزائري
ربع مليون قتيل وآلاف المعتقلين وآلاف المختفين قسرا، كل هذه الآثار الوخيمة هل استخلص منها عبرة النظام ليعيد الشعب الجزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا شكرا لكم على استضافتي. شكرا أخي. وثانيا طرح هذا السؤال قد ينطلق من وهم أو من أمنية في أن النخب الحاكمة في البلاد التي تتشكل أساسا اليوم من تحالف بالغ الخطورة، وهي البيروقراطية العسكرية والبيروقراطية الإدارية والمافيا المالية، والتي تجد سندا لها في الأحزاب، أحزاب الموالاة ومنظمات الموالاة وجمعيات الموالاة وزوايا الموالاة ورؤساء العشائر الموالين أيضا للسلطة، وتجد أيضا ظهرا لها وتأييدا لها في الإعلام بشكل عام إلا ما نذر، تظن أن هؤلاء الذين يظنون أنهم قد خرجوا منتصرين من تلك الأحداث وأنهم نجحوا في عرقلة مسار التيار الإسلامي والمشروع الإسلامي بشكل عام، ونجحوا أيضا في عرقلة مسار جهود التيار الديمقراطي على قلته طبعا من حيث الفعالية ومن حيث الانتشار، أنهم اليوم يتعظون بالتجربة السابقة. هذا وهم. أنا أرى أنه من الضروري أن يتخلص الناس من هذا الوهم. الجزائر محكومة منذ الاستقلال بالعسكر، وخاصة بعد انقلاب 65، انقلاب مدين على الرئيس أحمد بن بلة سنة 65، الذي ألغى جميع المؤسسات المدنية التي أخذت في التشكل، والذي حكم البلاد بمجلس ثورة مجموعة من العسكريين، واستمر الحال بعد ذلك إلى اليوم على نفس النمط ونفس النسق. ما أرادوه من تحول ديمقراطي في سنة 89 الذي جاء بعد أحداث انفتاح سياسي أكتوبر من جهة، وجاء بعد المد التصاعدي للتيار الإسلامي من جهة ثانية، كانوا يتوهمون أو يأملون على الأقل في أنهم سيستمرون في الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وفعلوا من الأعمال يومها أيامها سنة، خاصة سنة 89 وعلى امتداد سنة 90 وبداية سنة 91، فعلوا من الأعمال الكثير يضيق الوقت بشرحها اليوم الآن، من أجل أن يضمنوا وصولهم إلى السلطة وبقاءهم، ومن ثم يضمنوا بقاءهم فيها. لكن في نفس الوقت كانوا يحضرون أنفسهم لما هو أسوأ، ويحضرون أنفسهم لكي يزجوا بالبلاد في أتون فتنة. عملوا على المحورين، وفي نهاية المطاف نفذوا المحور الثاني، الخيار الثاني، فزجوا بالبلاد في أتون الفتنة التي يعرفها العام والخاص. طيب شيخ عبد الله، ماذا عن هدفهم في الأول لما قاموا بالانقلاب؟ هم يسمونه تصحيح، قالوا نحن نريد أن ننقذ الجمهورية، بل أسسوا لجنة سموها في ذلك الوقت لجنة إنقاذ الجزائر. يا ترى هل أنقذوا الجزائر في هذه الفترة بداية من 91 إلى 2015؟ تلك اللجنة تأسس من أطراف موصولة بالسلطة، فهي بمثابة ورقة التوت كما يقال، التي أرادوا أن يستروا بها عوراتهم. تلك خطوة اقتضتها إجراءات انقلاب على الانتخابات التشريعية التي فاز فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ليس إلا يعني يومها نحن دعونا إلى تأسيس تشكيل التكتل الوطني لحماية الاختيار الشعبي. فمن تعاطى مع هذه الدعوة وهذا النداء إلا مجموعة قليلة جدا من الأحزاب الصغيرة ومن الشخصيات والجمعيات كذلك الصغيرة والمغمورة في نفس الوقت. فللأسف الجزائر مخطوفة، الجزائر اختطفت منذ البداية، منذ مؤتمر صومام على وجه الخصوص، ثم مؤتمر طرابلس، ثم بعد ذلك الانقلاب العسكري في 85 في 65 على وجه الخصوص. الجزائر اختطفت من طرف هذا التيار
المتواجد في العسكر وهي كما قلت البيروقراطية العسكرية، ثم تحالفت مع البيروقراطية الإدارية الموالية للعسكر، ثم أوجدوا بعد ذلك مافيا مالية خلال التسعينيات بمال العام، بمال الدولة، مال الشعب، أوجدوا نخبة أثرت بمال الشعب على حساب مصلحة الشعب في نفس الوقت. وهو الآن أخطبوط، يعني كثير الأدرع متفرع هنا وهناك، لا يتبنى الديمقراطية إلا كشعار، ولا يتبنى الانتخابات إلا كوسيلة وأداة ليس إلا يبرر بها السوءات المختلفة. هم لا يستطيعون أن يعلنوا رفضهم صراحة للديمقراطية أو رفضهم صراحة للانتخابات. هذه مصطلحات لها وهجوها على المستوى المحلي والعالمي، فهم يتمسحون بها ليس إلا. وهذه أضحت هذه المصطلحات من الكلمات المظلومة، مثلما كلمة الإسلام كلمة مظلومة من طرف أبناء الإسلام، فهم لا يتبنونه كما أراده الله، دين شامل لجميع جوانب الحياة. كذلك الديمقراطية مظلومة من طرف هذه النخب، لأنهم لا يتبنونها كأداة موضوعة بين يدي الشعب لممارس حقه في الاختيار وللتمتع بحقوقه وحرياته بضمانات حقيقية تحمي حرياتهم وحقوقهم من التعسفات والتجاوزات أبدا، وبمؤسسات رقابية متعددة ذات فعالية تمارس الرقابة السياسية والرقابة المالية والرقابة الإدارية والقضائية وغير ذلك من الرقابات. شيخ عبد الله، لا يريدون هذه المسائل. شيخ عبد الله، لذلك جميع الانتخابات مزورة. نعم نعم شيخ عبد الله، ماذا عن حجتهم شيخ عبد الله اليوم؟ أحزاب الموالاة شيخ عبد الله هم يتحججون الأيام الأخيرة، يقولون هذه المعارضة لا تعول عليها لأنها ليست ممثلة كما كانت عليه في التسعينات أيام الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحركة النهضة وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني. الآن يقولون إن هذه المعارضة ليست ممثلة للشارع، وبالتالي فإن أصواتها لن تخرج من أربعة جدران. يا رجل دعك مما يقول، ومتى صدق هؤلاء حتى تردد كلامهم وتضيع وقتكم ووقت الجميع بتردده والتعليق عليه؟ من كذب مرة كذب ألف مرة، من كذب عليك فيما تعلم لا تصدقه فيما لا تعلم. هؤلاء لو كانوا صادقين فيما يقولون لماذا يزورون الانتخابات باستمرار؟ إذا كانوا واثقين من شعبية أحزابهم ورجالهم لماذا لا ينظمون انتخابات حرة ونزيهة؟ لماذا يرفضون مطلب التنسيقية؟ منذ سنة ونحن نطالب وندعو لهذا بضرورة إسناد ملف الانتخابات إلى هيئة مستقلة لها وضع قانوني رسمي صحيح تتوفر لها جميع شروط الاستقلالية على المستوى العضوية، على المستوى المالي، على مستوى التسيير، على كافة المستويات. لماذا يرفضون هذا الشيء؟ هم يرفضون كل هذا لأنهم يعلمون لا يثقون في الشعب ولا يثقون في مصداقيتهم. ولذلك أنا نصيحتي لا تضيعوا وقتكم ولا وقت غيركم بترديد كلام هؤلاء، فكله كذب وادعاء. طيب وهو كذلك شيخ عبد الله، انا اشكرك جزيل الشكر شيخ عبد الله جاب الله راي جبهه العداله والتنميه، كنت معنا من الجزائر. عود لك كريم طابو النطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي في سؤال خير. سمح لي طولت عليك شويه كريم، ما رايك كريم طابو في مقاله الشيخ تعليقا عما تقوله السلطات بان هذه المعارضه لا تعول عليها فهي ليست ممثله في الشارع الجزائري؟ ربما هذا نطق صادر عن بعض احزاب الموالات، هذه المعارضه ليست مزعجة مثل ما كانت عليه أيام زمان في التسعينات، لديها الحضور بالملايين في الشارع مثل ما كنت تتابع أنت في التسعينات. الآن هذه المعارضة يقول لك هي حبيسة الجدران في الفنادق والندوات، وربما مسيرة فيها 10 أشخاص لا غير، ما رأيك؟ والله أنا وشاطر تدخل ورأي سي عبد الله جاب الله، لأن الحقيقة هو أن في استمرار العنف والتضييق على الأحزاب وعلى النقابات دليل بأن السلطة خائفة من يعني قوة هذه الأحزاب، لأن حتى في ضعف الأحزاب السلطة جعلت بهذه البلاد، جعل بالشعب الجزائري يثور بطريقة مستمرة، لأن الظلم، لأن النهب، لأن الرشوة، لأن الفساد، لأن التزوير اليوم معلوم من كل الجزائريين، من كل أطياف الجزائريين. العدو الأول للسلطة هي السلطة، العدو الأول لهذا النظام هو ممارسات النظام. إذن الأحزاب السياسية التي حاولت، كل الأحزاب السياسية بكل يعني أطروحتها بكل ألوانها لها القوة التجنيد، والدليل هو أن استمرار هذه القيود وهذه العراقيل الإدارية والبوليسية
أمام هذه الأحزاب. عندما يعني لا تمنح تراخيص لإجراء ندوات، عندما يخاف يعني تخاف السلطة بأكملها من يعني من مجموعة شباب سواء في ورقلة أو في عين صالح، عندما ينحصر عمل مؤسسات الدولة إلى القاعات الشرفية للمطارات. لا ننسى بأن الهامل المبعوث الرسمي والخاص لرئيس الجمهورية لم يسمح له أن يخرج من القاعة الشرفية لمطار ورقلة. عندما يصبح الوزير الأول في بجاية لم يستطيع أن يخرج من القاعة الشرفية للمطار. عندما تصبح جغرافية المسؤولين هي القاعات الشرفية للمطارات، فهذا دليل بأن السلطة فاقدة المصداقية، فاقدة الوجود، فاقدة القوة. والدليل هو أن في كل مرة يحاولون المراوغة بالمصطلحات والمراوغة بالانتخابات، والدليل هو أن حتى في الانتخابات الأخيرة التزوير يعني أمام مرأة ومسمع الجميع، جميع الجزائريين. إذن هذا دليل، ويضاف الأدلة التي قد نقول بها بأن المعارضة، بأن الشعب، بأن الأحزاب، بأن النقابات لها قوة حقيقية. الدليل هو خوف السلطة من فتح المجال الإعلامي، فتح المجال السياسي، فتح مجال المنافسة السياسية. طيب خليك معي كريم، سأعود إليك. شيخ كمال الجمازي أحد قيادي جبهة الإنقاذ، على ماذا تعتمد السلطة أو منظومة الحكم الآن في أن تجعل نفسها قوية أمام المعارضة، أمام الناشطين الحقوقيين، أمام النقابيين، أمام هذه المظاهرات وقمعها؟ على ماذا تعتمد؟ هل ما تزال تعتمد تلك المعادلة النظام يريد بدلا من الشعب يريد؟ كمال، يبدو أنني فقدت كمال، لا بأس بطرحي عليك يا شيخ عبد الله. هل فعلا النظام لا يؤمن بمعادلة الشعب يريد الآن موجودة في تونس وباقي الدول على إثر ظهور الربيع العربي؟ النظام في الجزائر يقول أنا الذي أريد، ليس هنالك شيء اسمه الشعب يريد، بناء على هذه القوة التي يمتلكها، قوة بين قوسين في قمع المظاهرات، في عدم السماع للرأي الآخر وما إلى ذلك. يعني أنا يعني أشاطر ما تفضل به ضيفك من الجزائر الأستاذ عبد الله، وأثنى عليه الأخ كريم، اللي هو أنه لابد أن لا نضيع وقتنا في احتمال أن هذا النظام يتوب من غيه، من خديعته، من تزويره. ما فهذه أصبحت يعني حقائق وقناعات شبه راسخة وثابتة. ولكن الشيء اللي غير مفهوم والشيء اللي غير معقول، يعني أن الكرة الآن في ملعب المعارضة، الكرة في ملعب الأحزاب التي فطنت لهذه الألاعيب الملتوية من قبل النظام. لكن الشيء اللي غير مفهوم أخي عثمان والمشاهد الكريم، أنه كثير من الأحزاب تشكك في شرعية هذا النظام، وتشكك في شرعية السلطة، وتناضل من أجل إحراج هذا النظام ورجوعه إلى 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 الشرعية الحقيقة. والمشكلة أنها مشاركة في المؤسسات هذه الغير شرعية. يعني الحقيقة يعني هذا شيء لا يستقيم، يعني غير مفهوم عند الأجيال. كيف يعني كثير من الأحزاب الموجودة في التنسيقية هي مشاركة في هذا البرلمان اللي تقول أنه غير شرعي، ونوابها موجودين في كثير من فهذه الحقيقة لا تستطيع أنت أن تزيل هذا اللبس الواقع عند عامة الناس في الجزائر، وخاصة والشك موجود. يعني الشك موجود، الطبقة يعني الشارع الجزائري بوصلته لم يحسمها بعد. يعني هو يريد يعني عملية حسم الشارع في النظام الجزائري في كونه نظام لا يصلح لا للعادة ولا للعبادة. هذه لا أتصور أن القوى السياسية أو الطبقة السياسية عندها ما تضيف للمواطن العادي. المواطن العادي عنده تشخيص دقيق وعميق، ولكن يبدو لي الزاوية التي تحتاج إلى ملء ما زالت فارغة عند المواطن الجزائري حتى يتفرق ويتحرك ويتفاعل، هي زاوية الثقة. هي زاوية الثقة، هذه بحاجة إلى سياسي موثوق، سياسي كفء، سياسي نزيه، سياسي جاد، هذا سوف يعيد الثقة. أما سياسي يسب السلطة وهو جزء منها، سياسي غير راضي عن السلطة
وهو غير واضح. ربما المشكل عنده يكمن في يعني المشكل عنده هو مش واضح كيف تحب توضعه عند المواطن. فأنا أتصور في 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 رأيي لا نضيع وقتنا مثل ما تفضل ضيوفك في محاولة يعني أنت ماذا تريد أكثر من يحيى يقول لك إحنا نظام مافيا يعني ماذا تريد أكثر من ذلك يعني نظام يعني أقطاب النظام الذين يحومون حول هذا النظام هم يصرحون يعني يقول لك أنا رجل المهام القذرة ويقول لك النظام هذا تحكمه المافيا. هذه ليست المعارضة التي تقول هذا الكلام. فإذا ليس هناك شيئا إضافيا سيضيفه المعارض أو القوى السياسية للمواطن الجزائري في تفهيمه في إخفاق هذا النظام. خلاص الشعب الجزائري يعرف، وإنما الشعب الجزائري بحاجة إلى سياسي يستعيد لها الثقة لأنه الصورة غير واضحة. ممكن هذا السياسي الآن يراهن ويناضل فقط يتخذ نكمطية للوصول إلى بعض مغانم الدنيا. هذه الفراغات اللي موجودة ومؤشراتها موجودة. أنا لا أستطيع أن أستوعب يعني نظام يعني مناضل أو حزب سياسي أو حركة سياسية تقول في هذا النظام ما لم يقله مالك في الخمرة، ولكن المشاركة ما زالت موجودة يعني في ما زالوا نواب. فانسحبوا، عروا هذا النظام على حقيقته، لأن ما يريده هذا النظام لا يريد عملية تغيير حقيقي ديمقراطي بقدر ما يريد تسويق ديمقراطية، لا يريد ممارسة ديمقراطية، لا يريد حياة ديمقراطية، لا يريد مؤسسات شرعية. هذا آخر شيء تحلمون به، وإنما هو يريد ديمقراطية تسويقية. طيب شيخ كمال جمازي، هل تعي تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات يا شيخ كمال ما طرحه الآن أستاذ عبدالله أنس، مسألة الثقة، مسألة الزهد في السياسة؟ الآن الشارع الجزائري زاهد في السياسة. إذا سألته لماذا أنت زاهد في السياسة يقول لك هذه المعارضة لا تمثلني، هذه المعارضة ليس لديها ما يقنع من برنامج، من أفكار، من مناهج، بالإضافة إلى أنه تأثر لما حدث في التسعينات من آثار وتبعات وانعكاسات. نعم، على كل حال هذه نتيجة سياسة ممنهجة سار عليها النظام، أراد تزهيد الناس في السياسة، تسفيه كل عمل سياسي أنه غير مجدي وغير نافع، وهذه هي النتيجة. ويريد أن يدفع الناس إلى الاهتمام فقط بالقفة وبالأمور يعني اليومية والبيروقراطية وغيرها. وطبعا هذه حتى نتيجة يعني المراحل التي مر بها العمل السياسي بعد 92، حيث أن كثير من الطبقة السياسية التي انخرطت في خطة النظام. ونحن مع ذلك اللي نتكلم من الجانب التاريخي، ولكن نحمد الله سبحانه وتعالى أنه كثير منهم تراجع اليوم، ولابد كذلك من تسمين هذا المجهود تاع اجتماع المعارضة على طاولة واحدة واتفاقها في تقييم يعني أو تشخيص الأزمة، والاتفاق على الانتقال السياسي والسلمي وتغيير النظام. هذه في الحقيقة تعد مكاسب، ولكن كما تفضل أخي عبد الله أنه لابد العمل كذلك بالمنهج القرآني، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يعني إذا كان الإنسان النزيه والإنسان الصافي لا يقبل أن يجلس مع الظالمين في أثناء ممارسة ظلمهم أو ممارسة فسادهم. فإذا كان مثلا خاصة في أثناء يعني إذا كان أراد النظام تغيير الدستور بغير مشاورة الطبقة السياسية وبغير التوافق على دستور توافقي يجمع الجميع، فمن غير اللائق ومن غير الممكن أن تكون خاصة من هم في المعارضة حاضرين هذا المأتم وهذه المظلمة وهذه المجزرة في حق الشعب الجزائري. وهذا أمر يعني في حق تقدمت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ للمعارضة، ونحن نعمل بشكل يعني توافقي وبشكل إن شاء الله تبارك وتعالى نرفع يعني نحاول يعني الشيء اللي لو يخططه النظام هو تزهيد الناس في المعارضة وفي العمل السياسي، لا،
نحن نريد أن تكون هذه المعارضة مرتبطة بالشعب الجزائري، مرتبطة بالمواطن البسيط بالشارع، وترشيد الناس، لأنه نعتقد أن هذا الوضع الذي هي عليه البلاد من الفساد والظلم والقمع وغيره لا يمكن أن يستمر. وإذا كان الشعب الجزائري قام يعني بعمل شعبي، فلابد من ترشيده ولابد من السير به بخطى سليمة وبخطى رشيدة حتى يبلغ غاياته بإذن الله تبارك وتعالى دون ضرر، سواء بالعباد أو بالبلاد إن شاء الله. طيب كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، أريد أن أسأل عن ما قلته بدعوتك لرص الصف وتقعيد قواعد المعارضة لكي تكون قوية لمجابهة النظام. في الجانب الآخر ترى أن النظام لا يعترف بهذه المعارضة أصلا وبالتنسيقية، خصوصا تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، وحتى هذه المبادرات ضرب بها عرض الحائط. أعطي مثال على مبادرة جبهة القوى الاشتراكية الأففاس عندما اقترب بخطوات نحو أحزاب الموالاة كما تعرف، فيما بعد قالوا نعم، ثم بعد ذلك قالوا لا حاجة لنا بهذه المبادرة. الرئيس قالوا لا حاجة لما يسمى بالمادة 88 من الدستور، ولسنا في حاجة إلى انتخابات رئاسية مسبقة. إلى أي مدى يمكن أن نقول أن النظام بإمكان المعارضة أن تثق بأنه يريد حوارا ما؟ والله في الحقيقة ما تقوم به السلطة اليوم، ما يحدث اليوم في السلطة سواء في جبهة التحرير أو التجمع الوطني الديمقراطي أو تعديل حكومي، هذا يعني بمثابة انتخابات رئاسية مسبقة. كل هذا العمل يدل بأن الانتخابات الرئاسية المسبقة اليوم تدور داخل يعني فلك السلطة. ما لا تريده السلطة هو أن تكون الانتخابات الرئاسية سواء مسبقة أو طبيعية تكون شأن الجزائريين. هناك يعني أشخاص داخل السلطة يعني أصبحوا لهم يعني القرار النهائي، وينظرون إلى الشعب الجزائري بنفس النظر الاستعماري القديم، كأنه يعني الشعب غير واعي، لا يصلح ولا وليس له الكفاءة السياسية لاختيار وللانتخاب، ما يسمى بالانديجانا، يعني بزنديجان ما زلنا لم نتحصل على حقنا في ممارسة السياسة ويعني اتخاذ القرار على أمورنا كمجتمع وكدولة. أما يعني ما تريده المعارضة، المعارضة لو كانت للمعارضة فضاءات أخرى لما يعني استثمرت هذه الفضاءات، ولكن لما يحدث اليوم في الواقع في الجزائر هو أن الأحزاب السياسية للأسف تحاول أن يعني تنشط في أقل سوءا، ويكون لها موقف أقل سوءا من الأسوأ، لأن لا وجود لخيارات سياسية حقيقية للأحزاب. عندما تأتي الانتخابات الكل يعلم يعني بأن الانتخابات مزورة، ولكن عندما الوظيفة السياسية العمل السياسي في كل البلاد ينحصر في مدة، وهي مدة الانتخابات في بعض الأحيان من يعني جوانب متعددة، الأحزاب تريد أن يكون لها تواصل، هذا يعني ليس موقف سياسي يأتي من قناعة، في بعض الأحيان هو خيار أقل سوءا من الخيارات الأخرى. إذن المعارضة اليوم، أنا نوافق يعني المتحدث والضيف بأن أغلى شيء في المجتمع على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو على كل الأصعدة هي الثقة، والنظام الجزائري منذ 62 وخاصة منذ 91 حاول تكسير الثقة. إذن إعادة بناء الثقة، إعادة بناء الوظيفة السياسية، إعادة بناء الرابط بين الأحزاب والمواطن هو عمل يحتاج إلى تضحية وتضحية وتضحية. ما يعني ما نراه اليوم هو شيئا من النضج السياسي. كانت أحزاب سياسية يعني معروفة، كانت في الائتلاف الرئاسي كانت تظن بأن من الممكن تغيير أمور هذه البلاد من الداخل،
كانت شاركت في الحكومة، ولكن اليوم عندما يعني تتعمق القناعة عند الأحزاب بأن لا يمكن تغيير النظام من الداخل، هذا يعني نضج سياسي، ويعني قد يساعد أكثر على يعني فهم وضعية البلاد والآفاق المستقبلية. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، جزيل الشكر لك. مشاهدنا الكرام، لا يمكن أن نفهم حاضرنا ولا التخطيط للمستقبل إلا إذا وقفنا وقفات جليلة على ما مضى من تاريخنا. أدعوكم مشاهدنا الكرام لمشاهدة التسجيل التاريخي الذي حدث في التسعينات، ثم نعود. En Algérie, le premier tour des élections législatives de 1991 annonce une victoire des islamistes du Front islamique du salut, le FIS. L'ancienne puissance coloniale ne veut pas d'une république islamique à sa porte. Elle accorde tacitement son soutien aux généraux algériens. Entre le premier et le second tour, nous y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Élysée deux ou trois fois. Et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire. Pas de manière formelle, mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. Les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'État en janvier 1992. طيب شيخ عبد الله انس، هذا التسجيل يذكرنا بان فرنسا هي التي كانت وراء كل شيء، ليس هذا كلام فقط للتسويق للاستهلاك العمومي، ربما استمعت لما قاله، قال نحن كنا في اتصالات لا اقول في كل دقيقه وانما يوميا مع الجنرالات، هكذا قال، مع الجنرالات من اجل ايقاف هذا المسار الانتخابي. البعض في الجزائر يقولون لا هذا الكلام كله زايد، الجزائريون هم الذين اتخذوا هذا القرار وخالد نزار. شخصية فرنسية نافذة مثل ما كنت استمع تقول إن فرنسا لم تكن راضية تماما عما يحدث في الجزائر في التسعينات من تغيير هذه الإرادة إلى الشعب بحيث يكون سيد نفسه. إلى أي مدى فرنسا حاضرة أمس واليوم والغد، إلى متى؟ والله أنت تسأل سؤالا كبيرا واستراتيجيا ويمثل الماضي ويمثل المستقبل. يعني أنا قد أجيبك جوابا تقليديا عن فرنسا، الجواب التقليدي فرنسا الاستعمارية، فرنسا التي قتلت آباءنا وأجدادنا، ولكن بالنظر إلى هذه العلاقة المعقدة بين فرنسا وبين الجزائر، أتصور أنها بحاجة إلى نظرة أعمق من فقط شعارات يحملها البعض في الجزائر أو يحملها البعض في فرنسا. أنا أذكر قبل سنتين تقريبا من هذا كان في مؤسسة استراتيجية بحثية أكاديمية في فرنسا عقدت ندوة وكنت دعيت لها، وكان موجود فيها بعض الأكاديميين والباحثين، كان من بينهم الأستاذ أوليفي روا كان حاضر وكذا، وأنا قلت كلمة كانت شبيهة بهذا السؤال. قلت أنا يذكروني العلاقة التاريخية بالجزائر بين فرنسا والجزائر، يعني كعلاقة بين رجل وامرأته لا يستطيع أن يحبها ولا يستطيع أن يطلقها، يعني لكثرة الارتباط، يعني فهو إذا أراد أن يطلقها نظر إلى كثرة أولادها، نظر إلى الرابطة الثقافية، إلى الرابطة اللغوية، إلى الرابطة التاريخية، إلى الرابطة. فالحقيقة يعني أتصور يعني موضوع فرنسا والجزائر يعني معقد أكثر، ولا أستطيع أن أقول شيئا في دقائق. يعني البلد هذا الجزائر وما تعنيه لفرنسا واهم كل الوهم، من يظن أنها ربما بجرد قلم سوف تترك هذا البلد وشأنه. وكذلك بالمقابل أنت إذا نظرت إلى الجزائريين سواء في المعارضة أو الإسلاميين أو الوطنيين لوجدت ترددهم على فرنسا أكثر من أي دولة أخرى،
سواء في أبعاد عائلية، أبعاد لغوية، أبعاد اقتصادية، أبعاد تتعلق بالدراسة، أبعاد تتعلق بالعمل، يعني العلاقة متشابكة أكثر من وطيدة. من كون أن نشملها في شعار سطحي سياسي هكذا. فمثلما مراجعة فرنسا عليها أن تقوم بمراجعة دقيقة في مستقبل المعاملة مع الجزائر، كذلك الجزائر بحاجة إلى أن تكون جاهزة كيف تتعامل مع هذا الجار التاريخي العنيد الذي اقتصاديا وصناعيا وأمنيا لا يمكن أن يستهان به. فالمسألة أعمق أخي عثمان من جواب سطحي. طيب شيخ كمال جمازي، سؤال أخير، كيف يمكن شيخ كمال أن يستفيد الجزائري أو الجزائريون بصفة عامة نظاما وشارعا ومؤسسات وأحزابا وشخصيات، هؤلاء كلهم كيف يستفيدون من تجربة ما مضى؟ كيف يأخذون العبرة والعظة مما مضى؟ نعم، لابد لا شك يعني من الاستفادة من التاريخ. نحن الآن أمام رصيد يعني كبير من التجربة، وفيه يعني من التضحيات الجسيمة، بالإضافة سواء التضحيات أبائنا وأجدادنا في الثورة التحريرية وحتى في الثورات الشعبية التي كانت قبلها، ثم هذه التجربة التي تجعلنا لا يمكن أن نكرر الخطأ مرة أخرى. إذا تكلمتم عن الجانب الفرنسي مثلا كما تفضل أخي الكريم منذ قليل، الآن يعني المسألة صارت بشكل أخطر من ذلك، لأنه في تلك الفترة مثلا 92 لو تصفحنا الأسماء لو وجدنا الذين كانوا في قيادات الجيش أغلبهم من الضباط الذين خدموا في الجيش الفرنسي، والأسماء البارزة يعني معروفة في ذلك الوقت. فاليد الفرنسية لا زالت يعني موجودة الآن، يعني حتى تشوف حتى الرئيس لما يروح يعالج في فال دو غراس لما يجي يأتي بقرارات يعني فاضحة. نشوف كيف تلك الهبة اللي نزلت الشركات الفرنسية المفلسة، تسابق يعني المسؤولين من هو الذي يعني حتى من جانب المزايدة من هو الذي يزايد على غيره في خدمة فرنسا. في المسألة خطيرة، ولهذا يجب على الجزائريين أولا كشعب، والحمد لله الشعب يعني ما عندوش مشكل مع بعضه بعض، يعني نشوف لما قامت مثل مسألة الغاز الصخري في عين صالح، نشوف يعني كانت مساندة في باتنا وفي في الغرب الجزائري وفي الجزائر العاصمة وفي كل يعني ولايات الوطن. وهذه كذلك لابد أن المعارضة تستفيد من الأخطاء السابقة. والحمد لله يعني بالنسبة لهيئة التنسيقية الحوار والانتقال وهيئة المتابعة والتشاور يعني، وخاصة في اللقاء تاع اليوم كان هناك اتفاق على توسيعها وعلى أن تكون هناك ندوة ثانية أكبر من ندوة مظفران يضاف إليها، يعني يفتح فيها المجال للطبقة السياسية التي لم تنضم بعد، تمد الجسور للأساس وللطبقة السياسية الأخرى يعني هذه كلها أمور إن شاء الله تبارك وتعالى تبشر بالخير، وكلها في صالح الشعب الجزائري بإذن الله. يعني بارك الله فيك أخي كمال، شكرا جزيلا. كمال جمازي أحد قيادية جبهة سبيل إنقاذ. أعود لك شيخ عبد الله، إلى أي مدى الحوار بإمكانه أن يكون ركنا في تقريب الرؤى والأفكار؟ بالأمس أنا كنت شاهدت على قناتنا ونحن نتحدث في هذه التغطية جنرال يتحدث مع أحد قيادي جبهة سبيل الإنقاذ بالأمس في التسعينات. لا يمكن يحدث هذا، الشارع الجزائري لا يمكن يحدث أن يرى جنرال يتحدث مع من يسمي أنه نفسه أنه معارض سياسي في تلك الفترة. البارحة أو قبل أمس كان عندنا معارض جنرال سابق مع أحد معارضين وحوار سياسي عادي جدا. اليوم أيضا نحن الآن في حوار عبر هذه التغطية بين ديمقراطيين إسلاميين وطنيين وما إلى ذلك. إلى أي مدى يمكن الحوار أن نعتمد دوما على الحوار، خاصة وأن جماعة جبهة سبيل الإنقاذ قاموا باتصالات مثل ما سمعت من أخ كمال جمازي أنهم قاموا باتصالات في الآونة الأولى قبل الانقلاب أو بعد الانقلاب، ثم لقاء سنتجده في إيطاليا، كل مبني على الحوار. إلى أي مدى سؤالي لك شيخ عبد الله أن نعتمد أو تعتمد المعارضة السلطة على الحوار لحل الأزمة؟ هو الحوار في التاريخ وفي العلوم السياسية، الحوار ليس بين رفقاء، الحوار ليس بين أصدقاء، الحوار بين فرقاء. والحروب تبدأ بالصواريخ وبالسيوف وتنتهي بالحوار.
فإذا الحوار كقيمة من أجل الوصول إلى أو تجنيب مزيد من سفك الدماء. الحوار لابد منه وهو شيء ضروري لا يمكن أن واللي يساعد الحوار أكثر حسب تجربتنا البسيطة في بعض المشاركات في 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 بعض النزاعات اللي تجري في الدول العربي والإسلامي أن الحوار أحيانا يكون أسهل عندما يدخله الفرقاء وكل واحد منهم معترف ومسلم أنه لم أكن أنا الورقة البيضاء المطلقة. يعني عندما يأتي الفرقاء إلى الحوار وهم منكسرون بشكل أو بآخر، يعني مثلا لما تأتي عند الفقراء الفرقاء وتتكلم عن الحوار قبلها قد يقول هذا الطرف أو ذاك أنا الذي جبت الخير الكامل لهذا البلد وأنا الجسر الوحيد للسعادة في هذا البلد. فإذا رجعته بعد 10 أو 20 سنة لوجدت أن كان عنده بعض الإخفاقات. هذه الإخفاقات يعني تتراوح يعني حدتها وضررها. فالآن أظن وأنا أتصور، وهذا قلته لبعض الفرقاء في أفغانستان، كنا في لقاء مع الأطراف الثلاث قدماء المجاهدين وحركة طالبان والشيوعيون القدامى، فالحوار كان سهل إلى حد أنه ولا واحد قدر يدخل لحلبة التفاوض وهو صفحة ناصعة، كل واحد كان عنده عليه مأخذ. فمثلا الشيوعيون قيل لهم في ذلك الليل أنتم اتخذتم قرار أهوج في سنة 79 وأدخلتم الروس وكلف 1.5 مليون شهيد من الشعب الأفغاني، ما زال عندكم وجه تتكلموا؟ ولكن في نفس الوقت 92 أيضا المجاهدون القدامى الذين وفقهم الله في دحر الغزاة السوفيات وحرروا أفغانستان وحركوا جهاد الجهاد في الأمة، هؤلاء أذن أخفقوا في 92 في إرساء دولة متفق عليها. جاءت حركة طالبان أيضا كان بعض الإخوة يلومون عليهم، وأنتم بعد أن من الله عليكم أنكم سيطرتم على جزء لا بأس به من تراب أفغانستان وأرسيتم السلام، إيش اللي دايكم تضربوا أمريكا وأنتم يعني عودتوا رجعتوا الآن؟ فمعناها الفرقاء دخلوا للحوار وكل واحد عنده الحوار. الفرقاء الآن في الجزائر نفس الشيء، يعني لا بد لهم من الحوار، يعني لا يستطيع ولا فريق من الفرقاء سواء المؤسسة العسكرية أو أو الإسلاميين أو ما يسمى بالوطنيين أو ما كذا، كل واحد إلا وله جزء من المسؤولية في تحمل بعض الإخفاق، ولا حل لهم إلا الحوار، ولا حل لهم إلا الحوار. وزير فقط جملة أخيرة أخي عثمان، جملة أخيرة. أنا كثير ما أسمع يتردد من بعض المغرضين الذين يريدون أن يحبطوا الساحة السياسية أو أن يوصلوا الشعب الجزائري إلى مرحلة الإحباط في التفاعل مع السياسة، ويقولون من بين التهم أو الكلام الذي يلقونه جزافا هكذا هو أن الطبقة السياسية ليس عندها تصور واضح لمستقبل الدولة أو مشروع سياسي. أنا والله أقول أتحمل المسؤولية أمام الله وأطلع على الويب سايت يعني المواقع الإلكترونية نتاع المعارضات كلها بما فيها الجبهة سواء شفهيا أو المكتوب والمعارضات الأخرى، والله إني ما أراه من أفكار حول تصور الدولة ومستقبلها والتعددية والانتقال وكذا، والله جاهزين وألف مرة جاهزين إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ عبد الله، شكرا جزيلا لك عبد الله أنس المحلل السياسي. الشكر موصول لمشاهدينا الأفاضل لباقي ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بإثراء هذا الملف الليلة، شيخ كمال جمازي أحد قيادي جبهة من الإنقاذ، شيخ عبد الله جبل رئيس جبهة العدالة والتنمية، كريم طابو الناطق باسم الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وغاب عنا بعض رؤساء الأحزاب لارتباطهم بلقاء هكذا سموه لقاء مهم في إطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات، دون ما ننسى أيضا يوسف أوشيش الذي كان على اتفاق معنا وهو ناطق باسم الاتحاد بجبهة القوى المشتركة الأفاس أن يتدخل معنا، ولكن لسنا ندري ما الذي حال بيننا وبينه. على العموم شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة والمشاهدة، والدور سيأتي عليكم أنتم مشاهدينا الكرام للتدخل في برنامجنا التفاعلي الليلي، ونختم به الختام إن شاء الله تكون ختام مسك لهذه التغطية التي خصصناها لما حدث في التسعينات، ليس لحبا فيها أبدا وإنما فقط أو ليس فقط للحديث أو الإكثار من الحديث عنها فقط، وإنما من أجل أخذ العبرة والعظة والدروس حتى لا تتكرر مثل الأحداث في الجزائر. ونحن قلنا ماذا خسرت الجزائر بمصادرة اختيار الشعب وإرادة الشعب، وماذا جنى هؤلاء الذين قاموا بهذا الانقلاب في التسعينات. شكرا جزيلا لكم.